ايام حرام الشماريخ عليكم. يا عماد ايام الشماريخ يا عماد يا اهلاوي يا اصيل. فين الشماريخ راحت لحالها خلاص بقى. كنا نغني نقول ايه؟ لا هم كانوا بيغنوا الاهلاويه، انا مش اهلاوي ولا زملكاوي. كانوا بيقولوا ايه؟ كان بيقولوا ايه يعني؟ ما ولا اهلي ولا زمالك، انت عايز ايه؟ روح الفاننة الحمراء وعو الفاننة. كانوا بيقولوا روح الفاننة، روح الفاننة الحمراء وعو تنسوها، واللون الاحمر هو رمز الشمروخ البطولة. ايه ده مش الشماريخ؟ اصلك اتكلمت عن الشماريخ رمز البطولة. يلا قبها ايه العزمة دي كلها؟ رمز البطولة يا قبها اديله. ايه العزمة دي كلها اديله عمال. انت اللي نحستينا يا فقر يا بومة. يا بومة انت اللي فقرت الاهل يا بومة. خلاص نحستك يا معفن يا بومة. ايوه يلا ايوه ونحست الزمالك والاهل. قعدت الجنب دي خلاص نص كم قلبي جاي خلاص يا عديم الاتيكيت. ما انت لابسه كلت نص كم خلاص والله من السنين يا نحس يا فقر يا نحس يا نحس يا خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. بيتجدد عليك يا كابتن. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حرام عليك يا راجل. حرام عليك يا راجل. حرام عليك يا راجل. ماتش الماتش 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 يا كابتن مدحت كان سيء. نسمع كده يا جماعه. وقل لي فقرنا ونحسنا اللي قاعده جنبك على دماغك اليمين. نسمع كده راي كابتن رؤوف خليف في الماتش. يلا كابتن رؤوف. كابتن رؤوف خليف ثانيه اعتماد ثانيه اعتماد ثانيه اعتماد. حرام عليك. نسمع كده كابتن رؤوف خليف معانا من تونس، بس هو اتاخر في اوبر طبعا طبعا، انتوا عارفين المواصلات في مصر. اتفضل. الله اكبر الله اكبر. مين معانا في اللايف يا جماعه؟ كابتن شوقي السعيد. الله اكبر، بحييك يا كابتن شوقي السعيد. نسمع كده رؤوف خليف. تفضل يا كابتن رؤوف معانا من الاستديو التحليلي. الكرام طبعا المباراه لا 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 احزنتني هذه المباراه، لم تكن بالرتم المعتاد، لم تكن بالرتم المراد، لم نريد هذا اعتماد طبعا. رتم المباراه كان سيء جدا، لم يكن من المتوقع ان يكون هذه المباراة بهذه التقنيات. هي فين المباراة دي يا اخويا؟ نعم نعم انت على حق. فين المباراة دي يا استاذ؟ لم يكن هناك مباراة والله العظيم، مباراة يعني في منتهى الحزن والله. مباراة سيئة جدا 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 وبعيدة عن مستوى طبعا النادي الاهلي، بعيد عن مستواه، ونادي الزمالك يعتمد بعيد عن مستواه ايضا. الاثنين بعاد جدا عن المستويات الفنية والمستويات العالمية لكلا الفريقين. عمرو السولية لم يأتي في هذه المباراة. ما رأيك؟ من أفضل لاعب كشكل الآن عندما نزلت الأمطار وهطلت عليهم في اسكندرية؟ أنت كسيدة اسمك اعتماد، من أحسن لاعب كشكل في المباراة؟ لأننا لن نتكلم اليوم عن اللقاء لان المباراه لم تكن بالمستوى المطلوب. انت مالك عملت لقلق ليه يا رؤوف؟ كده بس وصلي على النبي. عملت لقلق ويقول لك استهدى بالله يا كابتن رؤوف. انا عارفه الصدمه كانت شديده عليك يا كابتن رؤوف. انا عارفه ان الكلمات لا تستطيع ان تخرج من فمك طبعا طبعا يا كابتن رؤوف، بسبب المستوى الحزن طبعا اللي احنا شفناه. الموضوع كان في منتهى الخسه. المباراه كانت مش مباراه، يعني لا نستطيع ان احنا نقدر نقول ان هي مباراه. هي مش مباراه طبعا. هي طبعا كانت تقسيمه كانت نعم. تقسيمه او كانت تمرينه نعم احسنت، او كانت حصه العاب تقريبا. كان عندهم تكنولوجيا والمستر بتاع التكنولوجيا ما جاش النهارده نعم. قال لهم يلا انزلوا العبوا في الماتش، فنزلوا قال لك يلا نهطل ويلا نعبط طبعا ويلا نعمل اي حاجه يلا نباسي لبعض. فالموضوع بالنسبه لي كان نجم المباراه بصراحه الحكم. نعم احسنت في الوصف يا اعتماد، احسنت في الوصف. وعماد عماد اين انت يا عمده؟ نعم عماد طبعا حزين على هذه المباراه الدوليه العالميه التي كانت بالسوء. لا لا لم تكن مباراه جيده. اقسم لك بالله اقسم لك بالله يا اعتماد، كانت مباراه سيئه جدا جدا جدا. فيهاش اي فنيات ولا فنيات ولا الحام ولا اي حاجه. ما فيهاش اي موهبه، ما فيش اي كوره، ما فيش اي حاجه. اه اعتراض عايزين حاجه نقولها. قطعتوا عيشنا قطعتوا عيشنا ولا مش عايزين حاجه نرغي فيها؟ تقطعوا ابن خالتي فرنسا.
تدخلونا كده يا عم في المكالمة. ايه مش عايزين تدخلونا ليه؟ بقول لك ايه يا عم تمام؟ ايه يا باشا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يوفي على حاجة او يرفض. طب انا عايز اقول لك حاجة، خلي بالك حضرتك سعادتك يعني انت يوم انت يوم ما احمد يا حبيبي عارفة مين احسن واحد كان في المباراة؟ مين يا بابا؟ انت حبيبي والله لا انا دي حاجة لك دي حاجة متوقعة. انت مرتبطة؟ لا يا حبيبي انا مش مرتبط. طب مش ناوية ولا ايه؟ والله بفكر والله انا لسه سايب البيت نوسة. لا والله سبت نوسة وغنت لها انا سني ليه بتتعب قلبي وياكي. وبعدين هي عملت ايه؟ قالت لي ده ميهونش علي انساكي. والله طب والله انا ممكن افكر في الموضوع ده احس كده بقى. نسمع يا اعتماد معانا مكالمة تلفونية تانية. ايوه مين؟ كابتن وشيخ والداعية الاسلامي عمرو خالد هيقول لنا رأيه النهاردة في الماتش. اتفضل يا عمور. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اخواننا عاملين ايه؟ طبعا مدحت شلبي الله اكبر عليك نورت الشاشة نورت الشاشة انت وعماد واعتماد بس انا مش موافق على اللي حصل في الماتش ده. يعني ايه لعبة الكورة بتشوت الطينة في بقفوش بعض؟ ده يعني حرام حرام اللي انتوا بتعملوه ده يا اخواننا. يا اخواننا ده ماتش كوره يا اخوانا ما ينفعش يكون فيه الحاجات ديت وانت يا اعتماد ايه اللي يعني تلبسي الحجاب كامل يا ما تلبسيش الحجاب اصلا. والله انا ما فيش اصلا حاجه لابساها. حرام عليك. وبعدين انت مبينه شعر صدرك ليه؟ انت كده هتخش نار. انت مالك انت جوزي؟ على فكره ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ انا لما اشوف عماد بشنبه ده اقول له حرام. ولا انت عشان شيخ حرام. ولا انت عشان شيخ داخل تتكلم على الست وتقول لها شارك يا شارك بالكوره يا كابتن عبور. يا اخوانا يا اخوانا حرام يا اخوانا. اسمع اسمع مني كلمه يا استاذ عمرو. اسمع مني كلمه يا استاذ عمرو. ايوه قول يا شلبك. الكلمه قول سيف. انت اللي ناسفني. الكلمه سيف. خلي بالك بين كلامك. الكلمه سيف. يتعلم منك يتقل منك يتزيد مقامك. لا عليك قول. ومعانا مكالمه تليفونيه ثانيه ونقول الو. معانا كابتن كده. ايوه هيقول لنا تعليق على نادي الزمالك كابتن عبد الناصر زيدان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه يا زيزو؟ الحمد لله. ازيك يا اعتماد عامل ايه؟ ازيك يا زيدان حبيبي. حبيبي اخبارك ايه يا اعتماد حبيبي؟ في تحلب في زورك تفه وبعد كده كمل كلامك. ما انا عارف انت. بقول لك انا عايز اقول لك على حاجه. ايه يا بابا؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام يا حبيبي. بص اخلعي فلانه الزمالك علشان انا بحبك على المستوى الشخصي ما تخلينيش اكرهك. والله كلامك جامع. اسامه هو ملبسني الفانيله عشان انا ما بحبش نادي الزمالك ولا لا يا حبيبي. بص ده رأيك الشخصي يا بابا. ما بحبش حد. ده رأيك الشخصي بعيدا عني. انا بصقع. لو سمحت ما تزعلش. لو سمحت لا زعل. ما تزعلش لا زعل. اقسم بالله ازعل وارجع في وشك كمان. اقسم بالله. مع احترامي لكل الانديه. صنع واحده. انا بحترم بعيد عن هويتي التشجيعيه. انا بشجع مين؟ انا عايزك تسمع. انا بشجع مين؟ انا بحترم كل الفانيليت. طب ما تطلع كل الفانيليت اللي بتيجي على جنبي. اسمع يا حيوان. انا اسف. اسمعني هنا. انا اسف يا اعتماد. اهدوا يا جماعه اهدوا. صل على النبي. غير بالصوت العالي. صلي على النبي. صل على النبي يا اعتماد. الاستوديو خلاص ما بقاش في حد يحكمه. يا اعتماد اسمع مني. اسمع مني يا حبيبه قلبي. انا مش قصدي اضايقك بس انا ما بحبش. لو سمحت بدون اهانه. أنا بدون ما تشتم اي فنان. انا ما بحبش نادي الزمالك على صان. انت حر. انت حر في رايك. صفقه الموسم قد جياله. انت حر في رايك. صفقه الموسم قد جياله بس الكابتن اللي اسمه مش عارف ايه بدون ذكر اسماء. ايوه من غير ما تذكر اسماء حد يا حبيبي. رفض ياخد اللعيب رجب بامبرز من عندي ب 3 مليون جنيه وصندوقين مخاصي. وبعدين رفضوا. عارفه خسر اتعادل في المباراه النهارده ليه؟ ليه؟ عصاد ولا ده ولا ده وافقوا ياخدوا اللاعب رقم بامبس. اللاعب رقم بامبس هداف الدوري درجة تانية. يعني افهم من كلامك ان بامبرز كان جزء من السفكة. ايوه ادي حال الكرة المصرية. اللاعب هيجي النادي مع الزبدة بتاعته ومعاه العسل من البلاص. معاه البريك بتاعه يعني. وهيجي معاه كل حاجة. وهيجي معاه الفطير. وهيجي معاه البيض والبتاو. هيجي معاك كل الكلام ده. يا راجل جوعتني. الدرجة التالتة. يا راجل جوعتني يا راجل. دور الدرجة التالتة فريق طرعة الزنبولي. فريق طرعة الزنبولي وطرنش اير.
طرنسا بوير الفريقين دول يا كابتن اعتماد. طبعا الفريقين دول مش واخدين حقهم. الفريقين دول لو ياخدوا حقهم في الدوري المصري هيركبوا الدوري. هما وترعه الجبل. لا اهلي ولا زمالك. اه. قطع انت اهو اديك عارفه ترعه الجبل. ادي ادي حالي الكوره. ترعه الجبل. معانا تليفون تاني يا اعتماد. نسمع. ثواني يا مدحت. نسمع. نسمع. اقفل في وشه. ثانيه واحده. كنترول. كنترول اقفل في وشه هينفع كده. مدحت اطلع. بعد اذنك بعد اذنك ثانيه 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 يا كابتن عبد الناصر. ايه تعليقك على ماتش النهارده؟ انا. ايه تعليقك على ماتش النهارده؟ انا تعليق النهارده ان المباراه كانت مستواها زي الزفت. ليه؟ لأن النادي الأهلي النهاردة نازل وباصص وطامح ونازل بثقة زيادة. الثقة دي كابتن اسمه ايه ده لازورته لازورته ادهم ثقة كبيرة يا كابتن. والله اعتماد انا غلطان ولا مش غلطان؟ انا لو غلطان غلطان. موضوع النهاردة كان لازورته كبير ولا لازورته النهاردة كان اللهم كان في لازورت كتير في الموضوع. اللهم انتوا النهاردة نازلين للفوز يا كابتن. والله الثقة الزيادة الاستاد عبق. والله الثقة الزيادة يا كابتن في أي حاجة بتبقى زي الزفت. وخلي بالك. طب وبالنسبة لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك كان نازل خايف ونازل يعني بيقول أنا أول الدوري يعني أنا كبير أنا تقيل. النادي الأهلي اللي عايز يكسبني مش أنا اللي عايز أكسب. كلامك متناقض مع بعض. إزاي أيوة. خايف وبيقول أنا الأول الدوري؟ اصبر اسمعيني لحد الآخر بعد إذن حضرتك يا باشا. يا حبيبي أنت بتاع جوافة. بعد أنت مالكش علاقة بالكورة. أنا أنت بتاع ببيع جوافة. أنا دلوقتي ببيع جوافة. ببيع سمنة بلدي وزبدة. حبيبي مفيش أحسن من بلدي. بلدي يوكل. أيوة أيوة يا حضرتك. أنا آخر مرة وقفت يا مدحت اتحاسبن. اتحاسبن يا كابتن. اتحاسبنت عليا يا كابتن لان انا هقول لك على حاجه. معلش انا مكالمتي طالت لاني يعني مخنوق. انت ممل. انت اصلا انسان ممل يا كابتن يا ناصر. يا كابتن اعتماد ما تخلينيش اتضايق عليك. وانت اصلا متضايق خلقه. انت يا كابتن انت كل ده ومتضايق. نسمع نسمع يا استاذ اعتماد. استاذ اعتماد شكرا. أنا شكرا أنا كابتن عبد الناصر زيدان شكرا. قطع الخط. قطع الخط عليه. شكرا 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 كابتن عبد الناصر زيدان. اعملوا بلوك على الرقم بتاعه ما يتسلش هنا تاني. تمام هنحطه في البلاك ليست يا استاذ اعتماد طبعا الاستوديو بتاعك ونعمل لك اللينك او زي تحت امرك. معانا مكالمه تليفونيه تانيه من واحد بيحبك جدا 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 جدا. مين يا ترى؟ ابو حفيظه. ايوه يا حبيبي. ما اتفضل وجايب معاه حفيظه يا حبيب قلبي. اتفضل يا ابو حفيظه قول لنا ايه رايك وتعليقك على ماتش النهارده. والله عيب عيب على فكره يا اعتماد لما كنكم بنتكلم وقفلوا علينا الخط. يعني انا هقول للشركه. تمام انا هقول للشركه ان الحركه دي لو حصلت تاني انا هجيب ولادي كلهم اللي هم عوضين ومحمدين واسماعيلين وماجد النكاز ومش عارف جيلاردو واجيب كل الناس دي. تمام انت لقيتهم كنت عملت تدور عليهم في الاعلان لقيتهم. ما معلش وش كده على طول انا نسيتهم في الاخر. اخترت بنت ما طلعتش بنت. كان بيقول يا اعتماد فين سميده. ايوه فين سميده. سافر باين. سافر سميده. خلي بالك انا هقول لك على حاجه يا كابتن مدحت. انا بحبك على المستوى الشخصي تمام وبحب عماد لكن اعتماد دي قلبي وروحي حبيبي. والله يا ابو حفيظ ربنا يخليك يا حبيبي. فأي حد يعني يخرب بيت شعر صدرك. ربنا يخليك يا بابا. انا بحب شعر صدرك جدا حبيبي يا ابو حفيظه. ربنا يخليك. وشي كده يا اعتماد. انا ويخلي لك ويخلي لك حفيظه يا رب. وشي كده. انا حابب اقول لك ما تيجي نخاوي حفيظه. ايه طب مش قدام الراجل النطع اللي قاعد جنبي ده. يعني انا هسيب لك عيب. هسيب لك رقمي مع الكنترول. يعني عماد تقريبا نايم حاليا. لا هو بس مصدوم. هو عماد مصدوم. هو بيجي له فتره كده بيهنج وبيرجع تاني. هتلاقيه شويه وراجع تاني زي الفل. طب بص انا هقول لك على حاجه. تمام اتفضل يا حبيب قلبي. مش احمد مكي قال لك وقفه ناصي زمان ادتنا ازاي نملك لسان تقريبا. ما اعرفش هيديته هو ما ادتنيش انا. انا مسكت اللسان ده. والله العظيم انا حابب اقول لك حاجه. قول يا حبيب قلبي. انا بحبك وبقولها لك قدام كل الناس وقدام كابتن مدحت شلبي وقدام جوزك اللي هو مش جوزك. تسلم يا ابو الرجوله. تسلم يا ابو الرجوله. انا عايز اقول لك كان معكم. نسمع 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 يا ابو حفيظه. كان معكم مدحت شلبي من استاد السلام. استاد انا اسف. عماد واعتماد. عماد واعتماد من قناه عماد واعتماد في الاستاد. تمام مع عماد الاهلاوي ومراته مدامه حرمه
اعتماد الزملكاوية وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. تاني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. القلوب عندي بعديها. والله العظيم. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الأولى كبث تجريبي لاستاد عماد واعتماد بعد مباراة، طبعا زي ما كلكم شفتم مباراة لا تستحق أن ترتقي بمستوى كلاسيكو ديربي مصري ما بين الأهلي والزمالك. نتمنى الحظ والتوفيق لكل الفرق العزيمة، نتمنى الحظ والتوفيق، نتمنى نجاح للمنتخب. يلا يا رجالة شدوا حيلكم، وأوعدكم إن شاء الله الحلقة الجاية فرعون أبتروس، الحلقة الجاية بإذن الله مش هتشوفوا غيري. يلا يا بابا انت وهو، يلا يا بابا كل واحد على بيته. أنا خلاص عرفت التعليق ماشي إزاي، عرفت الدنيا ماشي إزاي. طب بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك أستاذ اعتماد، قبل ما نختم على الشاشة في العلن، مين اللي هديني فلوس يا ترى؟ جوزك النطع قام وغرف الستين ده، هي مش عارف مات ولا نام، اهو اختفى اهو اهو سعد كده خلاص كده راح الفولدر. لا 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 بعد اذنك قلت لا 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 قلت ان الفلوس هتبقى مع جوزي وجوزي اختفى. يلا روح بقى، يلا اختفي وراه. لا ماليش دعوه، مش هختفي. يلا لا حرام حرام. كان معكم اعتماد فكت فكت لا غير في استوديو عماد، ولا هيبقى بعد كده استوديو اعتماد بس، والكلمه في الاول وفي الاخر هتكون لاعتماد. والى اللقاء في حلقات تانيه باذن الله، وفي استاد عماد واعتماد. وشكرا لكم، شكرا ليك يا اسامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.